وتستمر المظاهرات في إسرائيل، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 مشتبهين بتورطهم في أعمال عنف ضد المتظاهرين أمس في مدينة تل أبيب. وقال رئيس الدولة ريوفين ريفلين إن سيناريو مقتل متظاهر أو رئيس حكومة بات معقولا في إسرائيل، هذا وبعد انتقادات شديدة لعدم استنكاره للهجوم على المتظاهرين ضد الحكومة. تطرق مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحادثة قائلا إنه لا مكان للعنف لأي سبب كان، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعاقبة الفاعلين. والآن نتوجه للحديث عن هذه المواضيع مع المحلل السياسي إيلي نيسان. بداية أستاذ إيلي، يعني على قضية قانون القومية، كيف ترى أن كحول فان بعد تعهدها خلال الحملة الانتخابية بتغيير قانون القومية الآن تمتنع عن التصويت؟ صحيح ان عندما تم سن القانون وعد غانتس بادخال تعديلات على القانون، من هنا توجه الى السيده عضو كنيسة مريح بهذا الموضوع، ووعدها بانه يعمل على تعديل هذا القانون. ولكن اليوم غانتس هو جزء لا يتجزا من الحكومه الحاليه، و ما هو أبسط شيء عندما إنسان لا يريد التدخل بالموضوع بهذا الموضوع هو التهرب من التصويت في الكنيسة، وهذا ما قام به رئيس الوزراء نتنياهو، وهذا ما قام به غانتس وأعضاء الكنيسة من أزرق أبيض عندما تهربوا من التصويت اليوم في الكنيسة رغم الوعود التي قطعها غانتس بهذا الموضوع. على كل حال لا شك أنه يترتب إدخال تعديلات بهذا القانون، لأنه بشكل خاص عندما شعر أبناء الطائفة الدرزية بأن هم كما وصفوا أن نحن في الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع، مع العلم أنهم جزء لا يتجزؤون كما هم مثل الأقليات في إسرائيل، وعليه أنهم هم يستحقون كل الحقوق بشكل خاص لمن أدى الخدمة العسكرية في دولة إسرائيل. وعلى هذه النقطة أستاذ إيلي، يعني رأينا أن غدير مريح أيضا يعني عضو الكنيسة الدرزية من قائمة يش عتيد هي التي قدمت مشروع القانون هذا، ولكن لم يكن هناك أي شخص من الدروز في القوائم الأخرى مثل الليكود، يعني الذين دعموا هذا التعديل على القانون وامتنعوا أيضا عن التصويت. هل نستطيع أن نقول أن اليمين الإسرائيلي بالتحديد خسر الصوت الدرزي إلى الأبد؟ أنا لا أعتقد أن الدروز أو الليكود أو اليمين في إسرائيل خسر الصوت الدرزي، لأن الدروز طبعا هم مكان لهم مكان محترم في دولة إسرائيل. أنت تعلم أنه أيضا هناك ممثلين عن الوسط الدرزي في حزب الليكود، وهم أنا لا أدري إذا هم صوتوا أو تهربوا أيضا من الكنيسة بهذا الموضوع. لم يتواجدوا هناك. على كل حال أنا أعتقد أن رؤساء الطائفة الدرزية برئاستهم الشيخ طريف، أمين الشيخ طريف، عليهم أن يجتمعوا مع رئيس الوزراء بهذا الموضوع. ليس بمظاهرات، لأن المظاهرات لا تؤدي إلى شيء، إلى أي حل كما نراها مع الأسف اليوم، ولكن عليهم أن يجتمعوا مع قادة الليكود وطبعا مع غانتس وإيجاد حل للطائفة الدرزية، لأن كل من يخدم في جيش الدفاع أو يؤدي الخدمة الوطنية في جيش الدفاع لهم الحق أن يتمتعوا بكافة الحقوق. ولكن علينا أن نذكر أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، هي دولة الشعب اليهودي وليست دولة ثنائية القومية كما نراها على سبيل المثال في سويسرا، عندما هناك العديد من الأقليات وهم لهم كل أقلية تتمتع بحقوق. ولكن خلافا لما يحدث في سويسرا، إسرائيل هي دولة ديمقراطية ويهودية وعليها أن تقوم بمنح الحقوق
تعطي الحقوق المتساويه لكل الاقليات في اسرائيل. نعم. اذا كانوا الدروز والشركس. نعم استاذ علي، نرى ان المعارضة تستمر بتحدي هذه الحكومة، خصيصا بتحدي يعني كحولفان الذين يعني يعتبرون من المركز يسار. كيف من الممكن أن يعني استمرار كل هذا الفض في الوعود التي وتعهدات التي قام بها غانتس في حملته الانتخابية أن يؤثر على احتمالية إعادة يعني المركز بالنسبة له في الانتخابات القادمة؟ وكيف سيغير كل هذا الأمر الخريطة السياسية الإسرائيلية في حال فعلا ذهبنا إلى انتخابات؟ الخارطة السياسية في إسرائيل لا شك أنه تتغير في حال تم التوجه إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل. الحكومة الحالية هي حكومة مع الأسف اصطناعية، وهي أقيمت وشكلت بهدف مكافحة فيروس الكورونا، ولكن الخلافات الجوهرية على كل موضوع كان، ورأينا اليوم على سبيل المثال النقاشات في الكنيسة وتجريح لا. الشعور بين الليكود وبين أزرق أبيض. نعم. ولذلك نعم أستاذ لسان المحلل السياسي، الوقت انتخابات مبكرة ربما في شهر 11 في إسرائيل إذا لم يتم الموافقة على ميزانية الدولة خلال الشهر القادم. نعم. أستاذ إلي نيسان المحلل السياسي، شكرا لك على توجيهك معنا في هذه المداخلة.